خلينا نبدأ معاك يا دينا وتحكي لنا أصلا يعني تاريخ المشاركات لغاية لما نوصل للمشاركة السنة دي اللي هي النسخة الـ 19، عشان برضو السادة المتابعين والمشاهدين يكونوا عارفين مصر تاريخيا في هذه المنافسة عاملة إزاي. يعني يمكن زي ما انت قلتي هي بدأت في اسكندرية، كانت أول نسخة ليها. يمكن مؤخرا يعني مصر، هو انا كنت متوقعه بصراحه ان احنا نحقق عدد ميداليات ذهب اكتر، بس احنا لسه عندنا فرصه ان شاء الله ان احنا نحقق المزيد من الميداليات. لكن ترجونا ليا بطوله 2018 اللي كانت في اسبانيا، يمكن حققنا فيها حوالي 18 ذهب. البطوله اللي قبلها في 2013 كانت في تركيا، جبنا 21 ميداليه ذهب. يعني يمكن التوقعات كانت كتوتال، انا كنت متوقعه ان احنا نوصل 50 ميداليه، وده ان شاء الله هنحققه باذن الله. لكن عدد الميداليات يمكن كان في توقعات ان هي تزيد عن كده، 43 يعني قربنا. قربنا. هو لسه في منافسات النهارده ومنافسات بكره. دايما بنقول دوره العاب البحر المتوسط بتبقى اعداد قوي للبطولات اللي هي زي العالم والاولمبياد، لان كمان بتبقى مقياس كمان، يعني بنشوف الدول اتطورت قد ايه. يعني مثلا تركيا متصدره حتى الان، جايبه تقريبا 66 ميداليه، يعني رقم كبير جدا. يعني بشوف ان دورات العاب البحر المتوسط دي مش بتبقى المنافسه فيها طبعا زي الاولمبيات وزي بطولات العالم، بس بتبقى مقياس بنشوف فيها الدول اتطورت قد ايه في الالعاب المختلفه. وفيها لاعبين ولاعبات في كتير من الاحيان بيبهروا العالم في دورات اولمبيه بعديها. انت عندك دول معينه، انا هنا مش بتكلم بقى على دول البحر المتوسط بالضروره يعني، بس انت عندك مثلا دوله زي المغرب من قديم الازل سباقين في حته العدو بمسافات مختلفه في الجري، هم طول عمرهم عندهم ابطال وبطلات في كل المسافات الحقيقه. بتشوفي منافسات قويه برضو؟ بنشوف منافسات قويه جدا. تونس مثلا عندهم في السباحه ناس اقوياء، عندنا احنا يعني كانت مش عايزه اقول مفاجاه، بس بسنت حميده حطتنا على التراك. يعني حطتنا على تراك لعبه احنا ما كناش قريبين فيها قوي، او ان احنا بنحقق فيها ميداليات، كمان اول بنت تحقق في العدو، فانجاز كبير جدا طبعا ليها يعني. فبشوف ان هي يعني انجاز كبير جدا زي ما بنقول. كمان يعني اهميه البطوله او اهميه دوره الالعاب ان هي تورينا احنا فين من العالم. احنا مثلا في حاجه محتاجين ان احنا نزود فيها شويه، الملاكمه احنا شويه بعاد فيها او ما حققناش فيها المتوقع. الكاراتيه مثلا والله حققنا انجازات حتى الان، انا بشوف ان هي كويسه. يمكن لو رجال وسيدات على فكره بالظبط، فريال اشرف واحلام وعبد الله ممدوح انجازات كبيره، ويمكن البعثه كمان فيها كان اعتقد ان عبد الله سوري علي الصاوي كان المفروض ان هو يشارك، ده بطل عالم برضو، اعتقد لو كان شارك كان برضو هيرفع رصيد مصر من الميداليات. منتخب السباحه يعني كان المفروض ان هو مشارك بس اعتذر عشان خاطر دوره الالعاب المائيه، دوره العالم للالعاب المائيه، بطوله العالم عفوا للالعاب المائيه، دوره العالم بطوله العالم للالعاب المائيه اللي في بودابست، لو كان شارك برضو اعتقد ان رصيد مصر كان هيرتفع شويه، لان احنا عندنا سباحين مميزين جدا زي فريده عثمان ويوسف رمضان، يوسف القماش، مروان القماش، كل دول ناس مميزين جدا. اعتقد ان احنا كنا ممكن ننافس اكتر لو البعثه كانت يعني مشاركه بعدد اكبر كمان من اللاعبين. كويس.